راديو الأهرام يقدم أول مشهد مع وسام أبو العطا. أهلا بكم أعزائي المستمعين، معكم وسام أبو العطا على راديو الأهرام وبحلقة جديدة من برنامج أول مشهد. النهاردة هنتكلم عن أول مشهد في حياة فنان متميز جدا. صحيح هو ما كانش بطل أول أو فتى أول وما عملش تقريبا أفلام بطولته خالص، لكنه كان قاسم مشترك في معظم أفلام الخمسينيات وشوية من الستينيات. هذا الفنان هو الفنان رياض الأصبجي الشهير بالشاويش عطية. وعلى الرغم أن رياض الأصبجي عمل عشرات الأفلام وعشرات الأدوار، لكن دور الشاويش عطية كان أكتر علامة فنية في حياته. رياض الأصبجي كان في الأصل موظف بالسكة الحديد في صعيد مصر، يعني ما كانش مقيم في القاهرة، لكن حياته ما كانش فيها غير حاجتين اتنين بس، التمثيل والبوكس، حاجتين ما يمشوش مع بعض خالص. التمثيل فن راقي والبوكس لعبة رياضية عنيفة، لكن دي الحاجات اللي كان بيحبها. انضم في فريق التمثيل للسكة الحديد في بداية حياته الفنية، وكان بيخطف بعض الأوقات عشان ينزل القاهرة يتفرج على أفلام السينمائية في دور السينما في مصر. ومن شدة تعلقه بالسينما طلب نقله للقاهرة وسكن مع أخته في العباسية، طبعا ده كان قبل ما يتجوز. الحاجة التانية انه كان بيلعب كمان بوكس في احد الاندية بشارع عماد الدين، وفي يوم دخل بعض المخرجين يتفرجوا على شوية تمارين في النادي، فاشار المخرج الى واحد بيلعب وجسمه كبير وجسمه قوي، هو الفنان رياض الأصبجي، واختاره بالمصادفة للمشاركة في فيلم اسمه سلفني 3 جنيه مع علي الكسار. الكلام ده كان سنة 39، وكان بيقوم في الفيلم أيضا بدور ملاكم. المفترض في المشهد اللي احنا هنتكلم عنه إن علي الكسار كان محتاج 3 جنيه بأي شكل، ولقى مسابقة فيها ملاكمة واللي هيكسب فيها هيكسب 3 جنيه، قام اشترك فيها. وفي كواليس الحلبة بتاعت الملاكمة المفروض إنه قابل رياض الأصبجي وقعد يتكلم معاه، وكانوا بيتابعوا ماتشات الملاكمة اللي موجودة لحد ما يجي دورهم. ساعتها قال له رياض الأصبجي في المشهد بتاعه: عارف أنا لو كنت مطرحه كنت ناولته بالشمال ونزلته على الأرض. هنا كان رياض الأصبجي بيعلق على ماتش الملاكمة اللي كان موجود قبل ما يخش هو الحلبة. من هنا بدأ دخول رياض الأصبجي إلى عالم الفن، وأعجب بيه جدا علي الكسار وبتلقائيته، وانضم لفرقة علي الكسار المسرحية، وبعديها انضم لفرقة إسماعيل ياسين، وانطلق بعد كده في السينما في أدوار معظمها كانت أدوار شريرة، وده راجع لأن ملامحه كانت فعلا ملامح شريرة، ما تنفعش أبدا تعمل أدوار راجل طيب، على الرغم أنه كان إنسان طيب جدا جدا جدا. من أهم الأفلام اللي عملها طبعا أفلامه مع أنور وجدي وإسماعيل ياسين وفريد الأطرش وتقريبا كل نجوم فترة الخمسينيات، كان رياض الأصبجي قاسم مشترك مع معظم أبطالها. لكن أشهر دور عمله في حياته وعاش معاه لغاية دلوقتي هو دور الشاويش عطية. الشاويش عطية اللي تنقل في كل أسلحة الجيش المصري، حتى في البوليس المصري كان هو الشاويش اللي مسؤول عن العسكري إسماعيل ياسين. كان أول مرة يعمل هذا الدور كان في فيلم إسماعيل ياسين في الجيش، والحقيقة أنه نجاحه في هذا الدور والدويتو اللي عمله مع إسماعيل ياسين خلاه يشترك معاه في معظم أفلامه اللي عملها للجيش، وكان أشهرها فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول. في الفيلم ده كان فيه إفيه مشهور جدا واشتهر معانا لغاية دلوقتي، اللي هو شغلتك في المدفع بورورم. الإفيه ده له قصة غريبة جدا. الفنان رياض الأصبجي كان متعود أنه يذاكر أدواره في البيت قدام المراية،
وما كانش بيحب أي حد يخش عليه وهو بيستعد لأحد الأدوار. وفي يوم هو بيقرأ المشهد ده بالتحديد اللي بيكلم فيه إسماعيل ياسين وبيقول له شغلتك على المدفع إيه، دخلت عليه مراته وهي بتزعق وبتتخانق معاه. ساعتها اتنرفز جدا وطردها بره الأوضة، ففضلت تزعق وهي خارجة هو مش فاهم بتقول إيه. قال لها أنت بتبرطمي تقولي إيه، بررم 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 وخلاص. المهم رجع أوضته وبدأ يقرأ المشهد تاني، وعند الجملة بتاعت شغلتك في المدفع إيه علقت معاه كلمة بررم اللي قعد يقولها لمراته وعجبته جدا. وتاني يوم راح للمخرج فطين عبد الوهاب وحكاله على الإفيه. فطين عبد الوهاب عجبه جدا الإفيه ده، بس اشترط على رياض الأصابجي إنه ما يجيبش سيرة الإفيه ده خالص في البروفات، وإنه يفاجئ الجميع أثناء التصوير بهذا الإفيه عشان يشوف تأثيره. وقد كان وقف رياض الأصابجي قدام إسماعيل ياسين ودارت الكاميرا وقال له شغلتك في المدفع بررم. ساعتها جميع الممثلين والكمبارس وقعوا من الضحك، بما فيهم إسماعيل ياسين اللي كان مستحيل يضحك أثناء التصوير وكان دايما بيبقى جد جدا في المواقف دي. المشكلة إن المشهد ده اتعاد أكتر من 10 مرات، وكان السبب أحمد رمزي وعبد المنعم إبراهيم، لأنهم ما كانوش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك طول فترة التصوير، وفي كل مرة يقول فيها الشاويش عطية شغلتك في المدفع بررم. ولو لاحظنا الفيلم وشفناه بعد كده هتلاحظوا ان احمد رمزي كان فعلا واقف بيضحك في صف العساكر اثناء التصوير، وطبعا كنا فاهمين انه كان بيضحك اثناء الدور، لكن الحقيقة ان الضحك ده كان ضحك حقيقي واضطر المخرج انه يطلعه علشان يخلص تصوير الفيلم. انتهت حلقتنا النهاردة، وارجو تكونوا استمتعتوا بيها. كان معاكم وسام ابو العطا، راديو الاهرام، برنامج اول مشهد. أول مشهد مع وسام أبو العطا.